قبل 5 أشهر اعتقدت لميس أن جدها سيخرج من سجنه. هو أخرج بعدين، لكن كلمة بعدين التي قالت الطفلة أنه سيخرج فيها لم تأتي بعد، وكان على الصغار أن ينتظروا أكثر ويحاولوا نسيان أن جدهم الذي كان يملأ المنزل والحياة لم يعد. رغم كل الوعود ومع كل ما سمعوه عن قرب لحظة الإفراج، تقضي أسرة السياسي محمد قحطان وقتها في انتظار ما سماه الابن الأكبر له عودة الضوء. يعني جعلنا محتارين، هل هو ما زال على قيد الحياة أم؟ لكن الضوء الذي غادر حياة آلاف الأسر لم يحل بعد، وتقف كل يوم مئات الأمهات في انتظار أن يسمعن صوت المسجونين الذين تحلق طفولتهم أمامهن، وإن كانوا قد تجاوزوا أعمارهم الحقيقية بكثير، فكل من تم الإفراج عنهم من قبل الميليشيا خرجوا وقد محت الكثير من السنوات أعمارهم رغم قصر المدة الزمنية، إلا أنها كانت أطول من احتمالهم، فقد اختلطت بالتعذيب والحرمان من رؤية الأقارب، وهو ما ضعف مأساة. قال وفد الحكومة أخيرا إنه لن يتفاوض إلا بوضع حد لها، بينما وضعها وفد الميليشيا قيدا جديدا لا يريد له أن ينفك من بنود التفاوض ومن توسلات الصغار.